المديح حجيب صحفي مهني بجريدة نيوز 24 كما هو معلوم، ويعلم الجمهور السوسي على ان فريق الحسنيه تعاقد بشكل رسمي لحدود اللحظه مع 6 لاعبين خلال ميركاتو الصيفي الحالي، لاعبين اجنبيين. نتحدث هنا عن حسام السويسي وعن الكونغولي لاعب كاتي المهاجم كاتي، وايضا 4 لاعبين على المستوى الوطني. لحدود اللحظه كتبقى انتدابات متوسطه بلغه احصائيات لا ترقى لمستوى طموحات الفريق، لكن ما غنقيموش العمل ديالهم والجوده ديالهم الا يعني في بدايه الانطلاق للبطوله والدوري الاحترافي. الباكيتا يجهز تركيبته البشريه وترسانته البشريه من اجل يعني بدايه وانطلاقه جيده على مستوى الدوري الاحترافي. اليوم الحسنيه ملزمه على انها يعني تصحح مسار ديالها على مستوى البطوله وعلى مستوى منافسه كاس العرش، كما وعد بذلك يعني المكتب المدير لفريق الحسنيه. فيما يخص نادي حسنيه اكادير، هذه السنه فعلا بدا باستقطاب لاعبين جدد، مدرب جديد. فعلا النادي طموح هذه السنه، ربما ان شاء الله يقول الكلمه ديالو للجماهير السوسيه اللي تتنتظر بفارق الصبر انه يكون عندها فريق اللي تلعب على الالقاب والتي ان شاء الله يتوج باحد البطولات. فعلا شفنا انتدابات ديال بعض اللاعبين الى حد الان، جرات مباراة تجريبية مع الاتفاق المراكشي واللي ربح فيها حسنية أكادير. إلى حد الآن ما يمكنش نحكموا على الفريق إلى غاية بداية البطولة اللي باش يتبين لنا بأنه كاين مستوى، ونشوفوا اللمسة ديال المدرب الجديد، ونشوفوا حسنية أكادير، ونتمنوا النادي انه يوضع ضمن الاستراتيجيه ديالو انه يلعب على اللقب كما تتوق ليه الجمهور السوسي منذ 2003.